السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم جالسين في الدار وكتشقاو وكتقضيو وما كاين غير الشهيوات. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديال السفنج، احسن واحسن واحسن من ديال الزنقه. اولا حيت كيجي ناشف من الزيت، ثانيا كيجي كله خاوي من الداخل. غنشوفوا مع بعضياتنا الطريقه وكيفاش غيتصاوب. المهم في المقادير كما قلت لكم هنا كاين 500 غرام ديال دقيق فورس، هنا معلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الملحه، وهنا الخميره تقريبا معلقه كبيره، واحد خماره حمراء ديال 8 غرام. هذا الدقيق تقريبا بالقياس ديال الكاس غادي يكون 5 ديال الكيسان. صافي، هنا غادي نستعمل العجانه كيف يمكن لكم تجنوا عادي بيديكم، ماشي مشكل، وخلاص الماء على القياس ديال العجينه. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه كيف دايره. هنا غادي نضيف الخميره والسكر، وغادي نخلي الملح هي الاخرى، ما غاديش نديرها، ندير احسن الاخر. غادي ندير هذيك الخماره، صافي غادي نبقى نعجن بالماء بشويه بشويه وهي كتدلك تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. هنا غادي نحبس الماء، ما غاديش نزيد الماء، وغادي نخليها تدلك دابا تتولي يعني عجينه مدلوكه مزيان، ونرجع نكمل. المهم كما كتشوفوا ها هي العجينه مدلكات مزيان، ها هي. دابا غنزيد غير ديك شويه ديال الملحه، غنزيد معها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المغير باش ما تبقاش هكاك باينه في العجينه. صافي، ونرجع ندورها غير واحد شويه ونحبس. نرجع صافي، تقريبا هذا هو القياس اللي بغيت كتكون بحال هكا. دابا غادي نحيد هذه ونخليها ترتاح. صافي، العجينه هي هكا كتبقى. غادي نغطيها ونخليها تقريبا واحد 20 دقيقه مما تخمل، ونرجع نكمل. المهم كنديرهم هكا يا غريسات، وكنخليهم تقريبا واحد ما بين 6 حتى 10 ديال الدقائق غير يرتاحوا، ونبداو نقلو فيهم. المهم هنا البنات بعد ما خليتهم ارتاحوا تقريبا كما قلت لكم 10 دقائق ولا شي قرب. هنا في مقيله صغيره درت واحد شويه ديال الزيت، وهنا نغير شويه، وهنا في المقله الثانيه اللي غادي نقلي حيت غادي نستعمل جوج تقريبا ما بيناتهم واحد جوج كيسان حتى جوج كيسان ونص ديال الزيت اللي كاين هنا في هذه المقله. هي الاولى غادي ندير فيها باش كيطلع
داكشي علاش قلت لكم هاد المرحله ديال هاد المقله الاولى اللي فيها غير شويه ديال الزيت، مهمه باش تخلي العجينه تنفخ وما تبقاش معجنه من الداخل. غير هكا شويه نتوما كتشوفوها باللي راه كتخرج هادو ديال الخميره. صافي غادي نهزها مباشره نديرها في المقله الاخرى. حنا كنديروها في هذا الزيت الثانيه وهي كتزيد تنفخ. نوريكم ها نقلبها على هكا، نخليها تطيب على جوج جهات مزيان باش ما كيف ما قلت لكم باش ما تعجنش من الداخل. نتمنى تكون مفهومه الطريقه. نديرها في المقله الاخرى اللي فيها الزيت بزاف. زيدي تجيبي هاي نبقى نرشها بالزيت، نبقى ندير عليها الزيت هكا في الوجه ديالها باش كتزيد تنفخ. يو وي اش يديرو في الدرة تبويقات بحال ديال المشفنج. دابا غنقلبها غادي نعاود معاكم في حده اخرى. العافية تكون ناقصة باش ميطيبش غير على برا ويبقى معجن من الداخل. أحسن حاجة تكون العافية متوسطة ماشي مجهدة. صافي هادي هي واجدة. وهكا كتكون الوصفة ديال اليوم سالات. كنتمنى أن الفكرة تكون عجبتكم. ما تنساوش كيف ديما تشجعوني وبالصحة والراحة.